مرحبا بكم الناس الكل، معكم على ابو هاني. اليوم باش نحكوا في موضوع مهم برشا، من هم الامازيغ. باش نحكوا على الحضاره نتاعها، وباش نحكوا على العلماء نتاعها والتاريخ اللي مرت به من حروب الى معارك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. باش نتعرفوا مع بعضنا على الامازيغ. الامازيغ، كلمة الأمازيغي تعني الإنسان الحر النبيل في اللغة الأمازيغية. الموقع الجغرافي للأمازيغ هم من واحد سواء في مصر إلى جزر الكناري، ومن جنوب البحر المتوسط إلى الصحراء الكبرى الجنوب. يعود التاريخ للأمازيغي إلى 2970 سنة قبل الميلاد، ويعود هذا التاريخ إلى انتصار الملك الأمازيغي شيشانق الليبي على الفراعنة، واعتلائه العرش الفرعوني وتكوين الأسرة رقم 21 في مصر الفرعونية. ويحتفل الأمازيغ كل عام في 13 جانفي بالتاريخ ورأس السنة الأمازيغية. أبرز ملوك الأمازيغ: الملك الأمازيغي ماسينيس، موحد وملك أول مملكة في تاريخ الأمازيغ، مملكة نوميديا. يعد ماسينيسا رمز من رموز المقاومة الأمازيغية، وخلفه كذلك ابن حفيده الملك والقائد الأمازيغي العسكري يوغرتا. يوغرتا خاض معارك طاحنة مع روما، أدت إلى انكسار النظام الروماني وتكبد هزائم كاسحة. يعد الأمازيغي يوغرتا قائد أمازيغي عظيم، وحتى أنه وصل وعرض روما إلى البيع، وصاحب مقولته الشهيرة روما للبيع فمن يشتري. وكذلك من رموز المقاومة الأمازيغية تكفاليناس وماتوس والعديد. الملكة الأمازيغية ديهيا، كانت الملكة الأمازيغية ديهيا رمز من رموز المقاومة في التاريخ الأمازيغي، فهي قادت معارك قوية وطاحنة ضد جيوش المسلمون العرب، ضد حسان بن النعمان ومصر بن النصير، وتكبد العرب المسلمون هزيمة قاسية من هذه الملكة، حتى أن اتهموها بالسحر والشعر وسموها باسم الكاهن، لكن الأمازيغ يفضلون مهندسها. تسمى اللغة الأمازيغية التمازيغ، وتعد الكتاب الأمازيغية اسمها التفيناك. يكتب بهذه الكتابة حاليا في الجزائر، المغرب، في ليبيا، التوالي. بالنسبة إلى تونس فنحن نتحدث اللهجة التونسية التي تتكون من نسبة مئوية كبيرة من اللغة الأمازيغية. تتكون اللهجة التونسية من عدة كلمات أمازيغية، على ذكرها مغرفة، غنجاية، أرحاء، ألتادة. ميزة التنوع الثقافي في شمال أفريقيا لعديد من الخصائص وأبرزها. أبرزها من ناحية اللباس، في الأمازيغ كل قبيلة أو كل منطقة تتميز بلباسها ولهجتها الخاصة، وكذلك تتفق من ناحية الأكلات يتميز الأمازيغ بأكلاتهم المشهورة الكسكسي، حتى لا تجد منزل أو عائلة أمازيغية لا تأكل كسكسي أو تفضله من أبرز أكلاتها. وكذلك يتميز نساء الأمازيغ بالوشم. الوشم الأمازيغي يرمز لكل قبيلة، من نجد حرف ليس الذي هو في اللغة الأمازيغية حرف تاء ويرمز به إلى المرأة، والمرأة في الأمازيغية معناها تمطوس، أي امرأة كاملة الأنوثة والجمال. كذلك يتميز اللباس عند الرجال في الأمازيغ بالقشرية والبرنوس إلى غيره. والآن نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن تكونوا استفدتوا على بعض المعلومات عن تاريخ الأمازيغي وعن تنوع الثقافة والفراعنة وأبرز الشخصيات، وسنعود لكم في فيديو جديد. لا تنسوا لايك وسبسكرايب.